مقسومة نصين. أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين مقسومة نصين. أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. لا الدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدالي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ مازن، ازيك يا دكتور؟ ايه يا ابني اللي منيمك هنا؟ سايب اوضتك ليه؟ مش نايم مع عروستك؟ لا ابدا، لقيت لون البدله مش ماشي مع ديكور الاوضه فقلت انام هنا افخم برضه. يعني عايزني اغير لك ديكور الاوضه ولا ايه؟ انت بتهزر يا بابا، اتخانقت مع دعاء اسبتال الاوضه. ياه، دي ابتدت بدري قوي. دعاء كده شكلها مش هتخاف ظل فيها. بابا والله العظيم دعاء كويسه، هي إيه مشكلتها بس ام تطلعاتها دي اللي عايزه تتقصص. يعني ايه؟ ما تبص لغيرها يا بابا، عايز تبقى زي اصحابها. هي معاها حق بس لازم تراعي ظروفي. يا ابني انت عمال تقول حاجات وعكسها، انتوا اتخانقتوا ليه؟ عايز اسافر تقضي شهر العسل بره مصر وانا معيش. سهل جدا ان انا اقول لك خد، بس كده هبقى ببوظ حياتك. هم مش كتير برضه، هم 3 4 ايام في تايلاند يعني، ولا كتير ولا ايه؟ لا مش كتير، بس مين اللي هيسوق؟ مين اللي هيمشي كلمته في البيت في الاخر؟ هو ده السؤال الاهم اللي لازم تساله نفسك. دعاء كانت عارفه من قبل الجواز انكم مش مسافرين، صح؟ طبعا احنا متفقين على كده. ايه اللي خلاها تاجل الكلام في الموضوع ده لحد ما الفرح يخلص؟
معرفش يا بابا، يمكن هفت على دماغها او اي حاجه، اكيد يعني مش مخططه لكل ده. يبقى انت كده يا ابني مش فاهم الستات كويس. الواحده من دول تستنى لحد ما نقطه الضعف تبان وبعدين تضغط عليها وتقعد تعيط بقى ودموع لحد ما تصعب عليها وتفتكر انها معاها حق. واحده واحده كده وهي اللي تسوق. يعني ما سافرش تايلاند؟ مشي كلمتك اول مره، هتمشي كل مره حتى لو كان كلامها هي اللي صح. سلام. استنى ابوس. انت جاي تتشطر علينا يا لا؟ روح تشطر عليها جوه. بسم الله الرحمن. فريدة؟ انتي راح فين يا بنتي؟ مروحة. مالك يا فريدة؟ ايه اللي تعبك يا بنتي؟ تعرفت ازاي ان انا تعبانة؟ ما هو لما تيجي لغاية هنا وتقفي الوقفة دي يبقى اكيد تعبانة اوي. تعرف انا جيت هنا ليه؟ مش مهم جيت ليه، المهم انك جيتي. حسيت انك محتاجه لابوكي فجيتي. انا دلوقتي بقيت زيك، حاسه باللي انت حاسس بيه. بنتك مالها فريده؟ حصل لها حاجه؟ لا بنتي كويسه الحمد لله. انت ازاي حسيت ان الحكايه تخص لوجي؟ بنتي انا راجل عجوز وعارف انك مش هتحسي بحب ابوكي لما تحسي بغلاوة ضناكي عندك. بنتي هتضيع مني، انا خايفه عليها قوي. عشان اتجوزتي؟ بس انا ما عنديش استعداد اخسر بنتي عشان اي حد. ما تخافيش يا حبيبتي، مش هتخسريها. طب اطمني وخلاص. لا لا انا بقول كده عشان انا عارفه كويس. زمان انت صغيرين خرجت انا وانتي وياسر عشان نجيب هدوم العيد. دي حلوة يا ياسر، حلوة يا بابا اشترينا. دي حلوة يا فريدة، لا مش حلوة يا بابا. طب دي حلوة يا فريدة، لا برضه مش حلوة يا بابا. لفينا على يجي 10 محلات لغاية ما أنا تعبت وأسر تعب، وبعدين فجأة شفتي فستان قلت لي هو ده، ده حلو يا بابا. دخلنا وسألنا البياع بكام يا عم؟ الرقم أكبر من اللي في جيبي. لويت بوزك وطمستي وروحنا من غير ما نشتري. أنا مش فاكرة الحكاية دي خالص. أنا بقى فاكرها كويس أوي. خصمتيني وفضلتي زعلانة مني لغاية ما اتصرفت وجبت لك الفستان. عاوز تقول إن أنا دماغي ناشفة؟ بالعكس يا حبيبتي، عاوز أقول إنك عارفة أنت عاوزة إيه وبتعرفي توصلي للي أنت عايزاه. بس المرة دي، المرة دي مش عارفة أعمل كده. متقلقيش حبيبتي. في يا فريدة؟ أنا يمكن أكون حسيت بيك، لكن أنا مش هقدر أسامحك ومش ممكن أحتاج لك. وأوعى، أوعى تستغلي إحساسي بالضعف، أوعى. ليه يا دنايا؟ أنت الدنيا أبسط من كده بكتير. أنا ماشية. راحتك. راحتك يا حبيبتي. بس عشان خاطري ابقي تعالي تاني. أنا مش هاجي هنا تاني. أهلا. مبروك يا خالتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. اتفضل. ازيك يا زهر؟ ازيك يا رحمة؟ اتفضلي يا حبيبتي. أهلا يا عبال. ازيك يا حبيبتي؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيب بنتي. كده برضو ده اسمه كلام؟
هو احنا مش كنا اخوات قبل ما احمد بنتك يا عفاف؟ اتفرجت عليكي بقى في الموضوع ده، لو دعاء اشتكت مني هتبقي حد، لو ما اشتكتش منك هتبقي اختي وحبيبتي كمان. عاجبك اللي بتقوله ده يا عمر؟ والله يا خالتي انا مش قلقان منك، انا قلقان عليكي من دعاء. شوف الواد بدل ما يجي في صف اخته جه مع خالته. انا بقول الحق، هي دعاء كده قويه ومفتريه زي امي. الله يرحمك يابا. الحمد لله لقيت حد في صفي. عقبالك يا حبيبتي. عقبالي ايه يا طنط؟ ده كلام برضو؟ حد يجيب لي نفسه وجع الدماغ؟ لا ما تصدقيش الهكس ده، دي هتموت وتتجوز. ما تتهد بقى. ايه يا ماما؟ ما تشوف ابنك اللي كلامه زي السم ده. بكره تتجوزي وتتهني، ولو ان انا زعلانه مني. معقول برضو ما تحضريش الفرح؟ والله يا طنط انا كنت تعبانه قوي، كان عندي مغص فظيع ومش قادره اقف على رجلي. هي ماما ما حكتلكيش ولا ايه؟ بلاش الثقه دي قوي، زمان امك فضحتنا وقالت كل حاجه. تصدق ان احنا غلطنا ان احنا جبناك معانا؟ امال العرايس الحلوين فين؟ لسه نايمين؟ لا لا سيبيهم زي ما هم، انا هاخدهم معايا البيت عشان اقراهم على رواقه واكتب المذكره بتاعتهم. طب زي ما تحب. استاذ ايستر ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طبعا. هو حضرتك مشيت بدري من الفرح ليه؟ في حاجه زعلتك؟ لا لا ابدا، انا بس الدكتوره فريده كلمتني عشان عندها مشكله فاضطريت امشي بدري. طب الحمد لله، انا كنت خايفه يعني حد يكون زعلك ولا حاجه. بالعكس ده انا مبسوط جدا بالقعده. على فكره انت محظوظه. انا محظوظه؟ طبعا، باباكي ومامتك ناس طيبه قوي، وخصوصا باباكي راجل مثقف ومتزن. بجد انا متشكره قوي، يعني حضرتك مش عارف مجاهيتك دي بالنسبه لي مهمه قد ايه. ولا مهمه ولا حاجه. عقبالك. عقبالك انت. صحيح، هي ما اتصلتش ولا جت ولا بترد على تليفونها، بس انا خلاص تعودت بتظهر فجاه وتختفي فجاه. طب وانت ليه ترضى بكده؟ يعني وقت ما انت تعوزها ما تلاقيهاش، وقت ما تعوزك تلاقيك. انا برضو ما اعرفش ظروفها يا منى. تسمح لي اقول لك يعني ان حضرتك مظلوم في العلاقه دي. معك حق، كل ما الوقت بيمر بكتشف ان مشاعري هي اللي سايقاني. بس حضرتك اعقل بكتير من ان مشاعرك هي اللي تسوقك. الحب زي الدنيا، اخده وعطه، ما ينفعش تاخد بس ولا تدي بس. يخيبك بيت، في حد عالي يعمل كده برضو؟ يا ماما انا اتجوزت مازن عشان احقق كل احلامي، عايزه اخش دنيا جديده، دنيا غير الدنيا اللي انتوا عايشينها دي خالص. يا منكوسه كده هتخرجي منها قبل ما تدخليها، ما اتعلمتيش من اللي حصل لملك؟ لا ملك دي حاجه تانية خالص، دي شكلها معقده نفسيا. ما هي هي اللي عاملين بتفهم، واخرتها ايه؟ اتطلقت. وبعدين انتش عارفه بالكلام ده يا بنت. انت هتسيبي دعاء وتمسكي فيا ولا ايه وانا مالي؟ حب جوزك عشان يحب، خافي عليه خاف عليك. مازن طيب وابن حلال، ما تخربيش على روحك. يعني اعمل ايه طيب؟ اقول اني رجعت في كلامي؟ لا تقولي ولا تعيدي. انت اول ما يلطف معاكي تضحكي في وشه. هم الرجاله كده كلهم عاملين زي العيال، اقل حاجه ترضيهم. ايه رايك في الكلام ده يا لولا؟ امي كلقتني قوي. انا ماليش دعوه يا دعاء، انت حره عشان ما ترجعيش تقولي لولا هي السبب. انت بتاخدي راي مين؟ هي لو كان كلامها صح كان ده يبقى حالها. ماله حالي؟ ما انا زي الفل اهو، عايشه ملكه نفسي، لا واحد يتحكم فيا ولا يدخل عليا. مازن مش بخيل، وكلامه عين العقل، وكلامك ده هو اللي خلاكي قاعده جنبي زي بيت الوقف. ده انا وانا قدكم كنت جاي باكل ثلاثه. يا ماما لو ما بطلتيش كلامك ده انا همشي واسيبكم. صحيح يا ندله يا جبانه فكرتيني، مش تيجي فرح اختك؟ بدل ما تيجي الفرح وتمسكي لي ديل الفستان عملتي لي فيها نايمه وقعدتي في البيت. انا كنت تعبانه، وبعدين هو يعني فرق معاكي؟ تعبانه ولا غيرانه؟ منكم لله يا ولاد لحلح، بطلوا نقار وخلونا نخرج، يمكن نصلح اللي عملته القبله بنت القبله دي. عدم جوازك لغايه دلوقتي يبين ان انت كنت الطرف الاضعف، واخبرت ان هي سافرت عشان حياتها، انت ما قدرتش، حياتك وقفت. انا كنت الطرف الوافي مش الاضعف. شفت التقدم والقوه اللي بقت فيها؟ ده ما كانش موجود الاول، العلاج جاب نتيجه رائعه. قبل ما نتكلم عن العلاج والحاله، انا عايزه اتكلم عنك انت يا دكتور. انا شايفه انك متعاطف مع الحاله وده قلقني. ده مقصود. المريض لما يحس ان اللي بيعالجه عنده مشاكل زيه، التفاعل اللي بينهم بيزيد. بس تعاطفك مع الحاله هيخليك ما تحكمش عليها بنظره حياديه ولا بمهنيه، وده ممكن جدا ياثر على العلاج. ده كلام قديم ومرفوض، والنتيجه قدامك اهي. انا اللي كنت بتتكلم عنها مع مريضتك؟ مش بالظبط، انا بس حبيت اقدم حكايه تثبت وجهه نظري، انا سبتها لنفسي عشان اديها مصداقيه. امال ايه؟ انا حاسه ان انت بتتكلم عني. ده تورط عاطفي منك يا دكتوره. انا عمري ما طردتك بحبي، انت اللي كنت دايما بتضغط عليا بمشاعرك. ممكن نخلينا في الحاله احسن؟ ايه
حاسس اني ظلمتك؟ ايوه نادين ظلمتيني وسبتيني مع اول فرصه احسن مني جات لك. اعتقد ان انت لازم تعيد حساباتك كويس وتفتكر ايه اللي حصل بالظبط. بيتهيألي ده لا زمانه ولا مكانه. ممكن نركز في شغلنا؟ يعني فشلت يا زوز؟ هو انت ليه مبتسم وانت بتقولها؟ يا ابني بقول لك شديت معاها فسبت لها الاوضه ومشيت. يعني انت امبارح حضيتها سميره سعيد. انت جاي تهرج ها؟ ولا انت اخويا الكبير، خدها على جنب وفهمها ان اللي حصل ده ما ينفعش. انت عايز الحق؟ انت بقى كنت تروح لطشها قلمين في باك ورد سمر سولت في هيد لوك كده تعطشها. يا عم انت سمر سولت، انت عايز نضرب اختك ليله دخلتها؟ يبقى تاريخ اسود على دماغنا. ياض اسمع كلامي، قلمين حلوين بس بقى وانت بتديها القلم بالحته الطريه اللي في كفك، كويس؟ على خدها هنا وما تخبطش في العظمه اللي فوق عندها، لحسن امي مره ضربتها فيها دخلت لجوه بقت البت شبه محمود القلعاوي. انت طبيعي يا عمر. الف مبروك يا مازن يا حبيبي. تعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. لا لا يخلفوا ايه؟ ده كانوا بيذاكروا امبارح. قوم يا عمر قوم خلي عرس يقعد جنب بعض. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي اقعدي جنب عريسك. خش خش يا حبيبتي. وخايف اوعدك ما وفيش اقول لك في تلاقي ما فيش. عجبك المسخره اللي احنا فيها دي؟ سوري يا بيبي. انتوا بقى هتتغدوا معانا النهارده؟ لا نتغدى ايه؟ احنا جايين نطمن وماشيين على طول، مش عايزين نبقى عوازل. هي مالك فين امال يا طنط؟ مش باينه من الصبح. خرجت من بدري، وقيت انها رايحه تعمل مفاجاه للعرايس. عرايس ايه يا خالتي بقى؟ ما خلاص خلي طبق مستور. عمر كل جاتو. طبق مستور ايه؟ هو في حاجه انا ما اعرفهاش؟ لا ازاي كل ده؟ ازاي؟ ده ابنك الرهوان امبارح. مش كده؟ طبعا طبعا. ايه ده ايه ده؟ دي العيله كلها متجمعه. عقبالك يا مكة، ربنا يخليك يا طنط مرسي. عقبالي انا وانتي. عمر انا اقصد يعني انت تتجوزي حد وانا حد تاني، يعني انت تتجوزي راجل غيري وانا اتجوز اي كلب. انت كنتي فين امال يا مال؟ كنت بجيب دول. دول حضرتك تذكرتين سفر شامله الاقامه للمالديفز. مكة حبيبتي مبروك يا روح. الله يبارك فيك. ميرسي. ربنا يسعدك. شكرا قوي. تمام معاك المالديف ولا سيادتك مظبوطة على تايلاند بس؟ شوف الصورة دي ركز فيها كويس. شوف دي كمان. عايزة تقولي ايه؟ صورتين لملك. مش شايف اي فرق؟ تسريحة الشعر واللبس بس. دي حالة هستيريا واضحة. دبل بيرسوناليتي. يعني ايه؟ عيش ام ملك على واحده؟ ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ ده اخويا. السفريه دي حاجه بسيطه اصلا، يا ريتني كنت اقدر اعمل لكم اكتر من كده. تقدري يا مكة، وانا عايزاكي تساعديني. اساعدك في ايه؟ هو في حاجه؟ مازن مصرف قوي يا ملك. تخيل انه كان مصر ان احنا نسافر تايلاند. قعدت اقول له نروح العين السخنه او حتى اسكندريه. مش مشكله احنا فين، المهم ان احنا مع بعض. انا عايزاه يحوش فلوس للعياده. يا حبيبتي ما هو بيعمل كده عشان عايزك تبقي مبسوطه. السعاده مش في الفلوس، السعاده ان هو يبقى راجل ناجح في شغله وان انا بقوم منك في بيتي. ربنا يحقق لكم كل احلامكم يا دودو. طب قولي لي انا ممكن اساعدك بايه؟ تلغي السفريه دي خالص. السفريه دي هتفتح لنا باب الصرف المازن. نعم لا طبعا مش هلغيها يا دودو. انا عايزه اعلمك حاجه، ما تخليش عمرك خوفك من بكره يمنعك ان انت تتبسطي دلوقتي. سافروا وبسطوا وتفسحوا، اعملي كل اللي انت عايزاه. ولو حسيتي ان انتوا محتاجين اي فلوس انا ممكن اديكم مبلغ زياده احتياطي. لا بس ما اظنش مازن هيوافق. طب ما انا ممكن اديله فلوس وما اقولوش ايه السبب. هقع بلساني وهقول له انا ما بعرفش اخبي عليه حاجه وما بعرفش اكذب عليه. طب اقول لك على فكره، تاخدي انت الفلوس تعملي كانها بتاعتك، ويا ستي لو ما صرفتوهاش هناك يبقى رجعها لي. صرفتوها خلاص. انا ممكن اعمل كده بس توعديني انك ما تجيبيش سيره لمازن. طبعا اوعدك حبيبتي يا مكة، ربنا يخليكي لينا. خلي كل اللي يا حبيبتي. انت بجد اختي. طبعا يا بنتي. استني ثانيه هجيب لك الفلوس. ماشي. اللي بتقوليه ده لا مقبول ولا مفهوم. انت انفعلت كده ليه يا دكتور هشام؟ طبيعي جدا انفعل لما احس ان المريضه بتضحك عليا. هي ما يهمهاش اذا كانت بتضحك عليك ولا لا، هو كل اللي يهمها انها تحافظ على كيانها وتحميه. ممكن سيادتك تشرحي لي وصلتي للنتيجه دي ازاي؟ من الفروق اللي بين الصورتين دول. الفروق دي مش كفايه عشان تقولي ازدواج في الشخصيه. بس اللي تلبس بالطريقه دي ما تلبسش بالطريقه دي، حتى طريقه الكلام ومنطق الحوار مختلفين بين الاثنين. انت قصدك تقولي واحده هاديه ولطيفه والثانيه هجوميه وشرسه؟ كانهم اثنين مش واحده، دبل بيرسوناليتي. انا مش مقتنع. كمان حالات الزواج الشخصيه المسجله في الكتب مبالغ فيها ونادره جدا. أنا كان عندي مريضة في مانهاتن عندها نفس المشكلة دي. بص يا دكتورة أنا مقتنع إنها حالة اكتئاب عادية جدا ومشكلة في مفهوم العلاقة بين الراجل والست، ورغم كل ده
ما عنديش مانع اعرف خطتك العلاجيه كانت ايه. يلا خدي كمان بقى العصير ده. الله، وشوفي بقى اللبان الملون ده. وعايزه فراوله. خدي الفراوله والليمون والكنتالوب ده هيعجبك جدا. ماشي. انا زعلانه منك قوي يا جدو، انت ما كنتش بتيجي تزورنا ليه؟ والله يا حبيبه جدو انا ما يحوشني عنك غير شديد قوي. انت زعلان من ماما مش كده؟ لا خالص، انا زعلان من ماما. هي ماما بس اللي كانت زعلانه مني شويه صغيرين كده. ليه جدو؟ لازم عملت حاجه غلط. لوجي، وبعدين احنا جايين نزور جدو، مش جايين نضايقه بالاسئله. اضايقتك؟ لا يا حبيبتي خالص، عمرك ما تضايقيني. ده انت جيتك عندي النهارده بالدنيا واللي عليها. بصراحه انا لما لوجي كلمتني عنك ما قدرتش امنع نفسي من اني اجي اشوفك. كتر الف خيرك يا استاذ اكرم، والله ده جميلك بمجيه لوجي ده هيفضل على راسي طول العمر. ده واجب عليا، بس انا لازم اسال ليه يا استاذ صبري؟ هي دي حكايه طويله قوي مش وقتها، وانا كنت عايز اتكلم معاك في حاجه تانية خالص. هو بقول لك يا لوجي، تحبي تلعبي مع الفراخ؟ هو ممكن؟ اه ممكن جدا تلعبي مع الفراخ، بس اوعي توسخي الهدوم دي. ماشي يلا حبيبتي. استاذ اكرم، لوجي لازم تعيش مع امها. والله انا نفسي نعيش كلنا سوا، بس فريده اللي مش عايزه. انا مش عايز اعرف ايه الاسباب، بس اللي اعرفه ان مفيش حد بيعيش مع حد غصب عنه، ومش عايز حضرتك برضه تحط عيشتك معاها شرط. انت على طول كده جيت في صفها من غير ما تعرف ايه الحكايه؟ انا لا في صفها ولا في صفك، انا في صف لوجي. البنت في سن محتاجه امها. ما تقلقش، انا موفر لها كل حاجه. انا طبعا عارف انك موفر لها كل حاجه، ما عدا اهم حاجه الام. بص انا هحكي لك حكايتي مع فريده، بس على شرط تحكي لي انت كمان حكايتك. حكايتي انا مش مهمه، انا حكايتي خلاص بتخلص. المهم حكايه لوجي، الحكايه اللي بتبتدي ده اللي يهمني. الجديد دايما مبني على القديم يا عم صبري، ومن فات قديم وتاه. برضه مختلف معاك في المثل ده، انا بقوله بطريقه تانية. انا بقوله اللي عاش في قديم وتاه. القديم خلاص خلص، المهم اللي جاي. برضه انا مش قادر امنع نفسي من اني اعرف ايه اللي يخلي ولادي يسيبوا ابوهم كده، وده بصراحة مخليني جاي في صفك انت. شوف، مدام الحكاية هماك قوي كده انا هحكيها لك، بس على شرط. شرطك مجاب مهما كان. لوجي تيجي تزورني كل اسبوع. اعتبره حصل، ده شيء يسعدني. قول لي بقى ايه الحكاية. شوف يا سيدي، بقى انا كنت زمان شغال صراف في جامعة. انت روحك بين صوابعي، تخلي كده جرايد وهي بتكتب عن زوجة جراح التجميل الشهير وام الاعلامية اللامعة ملك عاصم، مع صورة حلوة ليكي كده وانتي بالكلام شات. ده عايز ايه يا محسن؟ الراجل عنده 6 عربيات متأمن عليهم، وعنده 6 تانيين مش متأمن عليهم، لأجل حظه الوحش وبختنا احنا الحلو إن العربيات اللي اتسرقت هي اللي مش متأمن عليها. ما ينفعش، محضر البوليس هيبقى مكتوب فيه نمر عربيات. ما انت هتبعت تجيب الملف، وهنشيل منهم ورق العربيات الموجود جواه، وهنحط بداله بوالص العربيات اللي اتسرقت، وبكده خلاص يصرف. انت شطمش بني ادم. 300,000 جنيه هينوبك منهم 100 أستك مقفول. وحش، فكري براحتك وانا مستني ردك. سلام. انت راجل كان عليك دين ودفعته، خلصت الحكايه. مش مطلوب منك تدفع بقيه عمرك تمن غلطه. غلطه؟ واضح ان حضرتك ما فهمتش الحكايه اللي انا حكيتها لك. انا ما سرقتش، ناس طلعوا عليا وهم اللي خدوا الفلوس. ما بقتش تفرق يا عم صبري، سواء انت اللي عملتها او ما عملتهاش، انت قضيت مدتك في السجن وخرجت. تفرق بالنسبه لي انا؟ انا مش حرامي. اسمح لي، دي جمله ملهاش محل من الاعراب. ده موضوع خلص من 15 سنه يا راجل يا طيب، واصرارك ده ملوش معنى. ملوش معنى ازاي؟ بقول لك انا مش حرامي. انت مزعل نفسك ليه؟ طب انت مش حرامي، فرقت؟ المهم دلوقتي اسر وفريده اللي سايبينك عايش في اوضه فوق سطوح وبيقول انك مت. الصراحه انا اعذرهم، لان حبستي طول المده الطويله دي بهدلتهم وكسرت نفسهم قدام الناس. انت مش بتقول انك بريء؟ انا اللي بقول، بس الناس ما حدش مصدقني. انا كمان ما عنديش اي دليل على اللي انا بقوله. ولو يا عم صبري، انت ابوهم ولازم يصدقوك حتى لو الدنيا كلها كدبتك. سيب لنا الموضوع ده، أنا هروح لهم وأقنعهم وأقول لهم كده ما يصحش، عيب. لا بلاش، الله يخليك،
بلاش الحسن يزعلوا. ما تقلقش يا عم صبري، انا ليا طريقتي وهعرف اتصرف. سيب لي انت الموضوع ده خالص، اتفقنا؟ لا 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 لا، وربنا اول ما قالوا لي تحت ما صدقتهمش. بقى ليك عين تيجي بعد اللي انت عملتيه ده؟ انا قلت هتختصي مش هتقبي. ليه عامله عامله سودة تشتغلين يا عش؟ ده الكلب ما بيعضش ودن اخوه. طب بطل هوهو واطلب لي قهوه عشان مصدعه. هوهو ده انا بقيتها فيا وانا مش دريان. قهوه يا بنت اللي انت عايزاها، ايدك على الفلوس بدل ما اعملها معاكي. ضحكتني يا بيبي وانا ماليش نفس اضحك. اوعى تكون فاكرني بنت من اللي عندك دول. اول ما هتقول الكلمتين ركبي هتخبط في بعض وهخاف وهقول لك بليز سامحني. لا لو فاكره ان انا هكرت على قفاه وهسكت تبقى عبيطه. سلامت قفاك يا بيبي، بس برضو خليك عارف لو عقلك وداك لاي حاجه انا السي في كله معايا من اول بلوزه لغايه سليم. وانت عارف بقى سليم لو عارف ان هيك يد في اللي حصل له هيفرمك حتى لو استخبيت منه في السجن. يعني ايه؟ هطلع اشفور من العمليه اللي انا مخطط لها من الاول؟ العمليه دي كلها انا اللي عملتها، بس انا برضه ما يردنيش. استنى خد دول. ده ايه ده؟ المصاريف اللي صرفتها، حجز الاوتيل، اجره البنات الرجاله كده يعني. وبقيت حقي؟ انا برضه ما يردنيش اكل عليك حقك. انا حقني. استنى خد على قد تعبك. لا دول فكه وانا ما بشيلهاش. هتشيلها يا بيبي وهتبوس ايدك وش وظهر وهتقولي ميرسي يا ستي. ده لو عايز نكمل شغل مع بعض. انت بتثبتيني مش كده؟ مش عايز بلاش، وجرب اللي في دماغك بس مترجعش تعيط. ها كم دول؟ 100,000. وحشين؟ قول حلوين. حلوين يا ستنا. ماشي. أنا مش فاهم إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ بطلاقي من علي أبقى قطعت الطريق على أكرم، ومفيش قدامه غير إنه يسيب لي بنتي. أنت إزاي بتتكلمي عن الطلاق بالبساطة دي؟ أنت إيه مش زعلانة ولا إيه؟ بالعكس، أنا فرحانة جدا إن بنتي هترجع لي. كده الأوراق بتترتب صح. أنت بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ فريدة، ازعلي، عيطي. علي ده كان بني ادم كويس وانت خسرتيه. هعيط يا اسر بس مش دلوقتي، لما اخلص من موضوع اكرم والحكايه كلها تنتهي. زمانه على وصول. بس مش غريبه ان هو اللي طلب يقابلنا؟ واضح انه جاي عايز يتفق. انا شايف ان انت استعجلت يا فريده. تبقى ما تعرفش اكرم. أكرم جاي يقابلنا عشان يقول لنا اللي احنا عارفينه، يا اتطلق من علي يا بنتي مش هترجع لي. يعني شوية ضغط على انتقام بالبساطة كده، عايز يشوفني مهزوزة قدامه. أنا فاكر إن هو بيعمل كل ده عشان بيحبك، بس ده كده بيكرهك. لأني عمري ما وطيت راسي قدامه، وهو متعود يوطي راسه قدام مصالحه. ولما أنت عارفة كده ليه اتجوزتيه؟ للأسف ما اكتشفتش ده غير بعد عشرتي معاه مش قبلها. ادخل. استاذ اكرم برا بيقول عنده ميعاد مع حضرتك. خليه يتفضل. جبت لك جوزين شرابات صوف عشان البرد. وبص بقى جبت لنفسي ايه. بص دي، بص البتاع ده، وبص بقى الفرو. ايه رايك؟ حلوين حلوين قوي. مالك؟ هو انت زعلان عشان جبت لنفسي حاجات كتير؟ انا بس والله كنت بفرح نفسي، بس فرحانه قوي اني مسافره. انت مش هتسافري معايا يا سندي. انت كده تبقى بتحلم يا اكرم. لما تعرف اللي انا عارفه مش هتقول عليا بحلم، بالعكس انت اللي هتتحايل عليا عشان اتجوزك. صفة جديدة ما كنتش تعرفيها عنها، أنا لسه مكتشفها حالا. البرود. ليه كده يا آسر؟ عيب كده. بدل ما تعقلها وتعرفها مصلحتها. خصوصاً إن أنت أكتر واحد هينضر لو أنا ما اتجوزتش فريدة. أنت جاي تلعب علينا حرب أعصاب؟ فاكر إن أنا ممكن أتهز؟ أنا عارفك كويس يا فريدة.
وعارف كمان انه يا جبل ما يهزك رياح، بس دي مش ريح، دي تسونامي. اعصار هينزل على الصفحه الثالثه. بقول لك ايه؟ ما تسيبك من جو الاثاره الرخيص بتاع الجورنال بتاعك ده وتقول. حاضر. عنوان بعرض الصفحه بيقول صبر اليوب العائد من السجن يحكي مأساته. المحامي اللامع واستاذة الجامعه يتبرؤون من ابيهم. ها اكمل ولا كفايه كده؟ كفايه. برافو يا متر، كفايه كده. في حد بقى ممكن يجيب لك اي قضايا لو الكلام ده اتنشر في الجورنال؟ وانت بقى يا استاذة الجامعه هتقف ازاي قدام الطلبه بتوعك وتعلميهم مساك الشرف الاعلامي واخلاقيات الاعلام والحبتين اللي بتتحكي بيهم على الطلبه الغلابه؟ طلباتك ايه؟ ما انا قلت، قلت نرجع لبعض، قلت بحلم، طلعت ما بحلمش صح؟ اديني فرصه افكر. انت بتقولي ايه انت كمان؟ انت مش ممكن ترجع للبني ادم ده. ليه كده يا متر؟ ما تخليك محضر خير. ملك، اخر حد كنت اتوقع انه يفتح لي الباب. اهلا يا ملك، اتفضلي. بس انت عرفتي ازاي ان انا مكاني هنا؟ هو بصراحة أنا معرفتش، أنا جاية أدور على محامي عشان عندي مشكلة في الشغل، بس لطيف المكتب. وده مكتب إيه رأيك؟ حلو قوي يا منة، بجد أنا فرحت لك قوي. وبعدين أنا سامعة إن المحامي ده مشهور وشاطر ومحترم قوي قوي. طيب وذكي وموسوعة قانون، ومش قادرة أقولك يعني. طيب خلاص خلاص أنا جيت له، بس هو للأسف النهاردة منع استقبال العملاء. بس أنا ممكن أحول لك معاه، تشربي إيه الأول؟ لا ولا حاجة حبيبتي، أنت بس شوفي قولي هينفع قبله ولا لا. والله العظيم ما ينفع، لازم تشربي حاجة، أنت أول مرة تيجي، وبعدين يعني عندنا كل حاجة هنا. طيب خلاص يبقى هوت شوكليت، أنت عارفة. خدي دول. أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة أفضل معاك. ابني اشترى بيت كبير وعايز نقعد معاه، ودي أحلى صحبة بالنسبة لي. طب خدني معاك. ما أقدرش أخدك معايا، أقول لهم عليك إيه؟ أنت مين؟ اتجوزني وأنا عايش خدامة ليك وليهم. أنت اتجننت يا ساندي؟ هو أنت مش مبسوط معايا؟ شيل الموضوع ده من دماغك خالص. أنت مش عارفة أنت إيه؟ أنت عارفة، وهتوب على إيدك ويبقى ليك الثواب. النهاردة آخر يوم ليكي في الفندق، الساعة 12 تمشي. طب يعني حضرتك ما ينفعش تقابلها دقيقة واحدة بس؟ ما ينفعش يا منة، أنا لا فيا دماغ ولا أعصابي إني أقابل حد. معلش، اعتذري لها بالنيابة عني وخليها تاخد مع التاني. ليه يا ياسر؟ ما تخليها تدخل، وهي فرصة نشوف بيها تأثير الخبر على زباينك. بطل سخافة بقى. بالذمة دي طريقة تكلمي بيها جوزك وأبو بنتك قدام الناس؟ مش عيب كده؟ مش تعرفها يا متر. طب أنا متأسفة، ما كنتش فاهمة، عن إذنكم. معلش يا ملك، أنا أنت تبسيني يا عاصم، أنا غلطت لما سمعت كلامك، ما كانش لازم أمين الراجل اللي اسمه محسن ده. انت اللي غلطت من الاول لما مضيت على ورقه من غير ما تقريها. غلطت صح، لكن يبقى الثمن اني اتحول لحراميه واسرى معاهم. خلاص يا ليلى، ما تمضيش وسيبيني انا. ما انا لو ما مضيتش معاهم هيفتح الموضوع الاولاني وروح في داهيه. خلاص يا ليلى، امضي وما تاخديش فلوس وسيبيني انا. يا سلام، يعني هما يسرقوا وانا عارفه، وكمان اساعدهم وتبقى المسؤوليه عليا وانا ما اخدش فلوس؟ ده انا بقى هبل قوي. انت هتصدعيني ليه بقى يا ليلى؟ انا مالي ومال الحكايه دي؟ انا تعبان فعلا وعندي شغل الصبح. بطل انانيه شويه وفكر معايا، اعمل ايه؟ احنا الحمد لله ربنا رزقنا ومعانا فلوس كتير، وانت مش محتاجه حاجه، استقيلي. هي دي طريقتك في حل المشاكل، تهرب من المشكله وكانها ما حصلتش. واضح ان انا لازم اهرب من الاوضه دي خالص واروح انام في اي حته تانيه، ده لا هو عايز اعمل عمليات الصبح. استنى بس يا عاصم، ما انا لو استقلت ابقى اتهزمت من اللي اسمه محسن ده. هي معركه، انت مش عايزه تمضي وهو ماسك عليك زله، يا تمضي يا تستقيلي، خلصت وبقت واضحه زي الشمس. اكيد في حل تاني.
فكري بقى فيه لوحدك، وانا خلاص قلت اللي عندي، ولو اتكلمتي كلمه تانية انا هدور على اي اوضه انام فيها. خلاص يا عاصم نام، انا شخصيا لقيت الحل. ايه هو؟ وانت مالك بقى؟ انت مش كان عندك عمليات كتير وعاوز تنام؟ نام. انت بتنايمينا يا بت؟ يعني بعد ما علمناكي ونظفناكي عايزه تسيبينا وتروح تشتغلي في محل تاني؟ وسيدي الورواري ابدا يا بيه، انا عرفت من الشغلانه دي انا ومش عايزه اشتغلها تاني حتى لو هموت من الجوع. طب اقول لك حاجه، انا مش عايزه فلوس، خد كل فلوس اللي مع ام عز بس اعتقني لوجه الله. صحيح، البني ادم طماع ما يملاش عينه غير التراب. عايزه تمشي يا بلبله؟ خلاص امشي، هو انا ربطك في المحل؟ والنبي صحيح؟ اه صحيح يا اختي، بس على فكرة الفلوس اللي أنا صرفتها عليك هعرف أجيبها. أصلاً أنا عامل مشروع أنا واحد صاحبي، هنطبع السيديهات بتاعتك وهنبيع السيديهات 15 جنيه وربنا يعوض علينا بقى في الفرق. حرام عليك يا بيه، هو أنا عملت فيك إيه عشان تعمل فيا كده؟ بس يا بت أنا مش عايز أسمع سيرة المشاكل من المحل دي تاني. يلا غوري شوف شغلي، غوري يا بت. بالراحه عليها هيثم شويه، البت برضه لسه مكسوره اليومين دول. بس كمان انت رخره، الاصناف دي ما تمشيش الا كده. البت دي اول ما جات لي كنت تشم ريحه الجوع من بقها من تاني شارع. طب سيبك من بلبله، قول لي عملت ايه معاش. عاش خازوق وطلع من نفوخي، بس ورحمه امي ما هسيبها، وزي ما علمت عليا هعلم عليها. ماشية